بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم مع انطلاقة أول أشواط المساء وسن الثنايا لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق مشاهدينا الكرام هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الثنايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. ينطلق هذا الشوط وعدد المشاركات في هذا الشوط 14 بكرة ثنية حاضرة ومتواجدة وبارزة للمنافسة في شوط من أشواط المنافسة، في شوط من أشواط القوة والإثارة والتحدي على أرضية ميدان التحدي. برنامجنا المسائي لهذه الليلة عبارة عن إقامة 11 شوط. هذا هو طليعة الأشواط، هذا هو أول أشواط المساء، بل أقواها، بل أعتاها، بل أميزها على الهواء مباشرة. شوط البكار وهو الرئيسي والمقدمة مباشرة مع المقدمة الرئيسية امتثال تقود هذا الشوط قيادة حكيمة وقيادة موفقة من هجن الشحانية. امتثال تعود ملكيتها لهجن الشحانية. يضم الامتثال الذهبي سالم بن فاران يتابع امتثال، بينما الدور دور المركز الثاني تصل وتتقدم بروق ايضا من هجن الشحانية بمتابعة وتضمير البرنس. جار الله بمحمد بن عقيل يتابع بروق على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث وصلت اسعفة، تقدمت وتسللت اسعفة للمركز الثالث من هجن الشحانية، يضمنها البرنس. جار الله بمحمد بن عقيل، بينما المركز الرابع من تتسلل إلى المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات جميلة من هجن الشحانية، يضمر جميلة سالم بن فاران، بينما الدخول على جميلة والتسلل على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل مزاحة من هجن الشحانية، يضمر مزاحة محمد بن خالد العطية. حصل دخول وتسلل على مزاحة من قبل أبروق أيضا من هجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى، للمراكز الطائرة الأولى من تسابق أسراب الحمام في هذه الظهيرة، في هذه القايلة لمن ناموس الشوط. ما زالت المقدمة مع امتثال على المركز الأول، امتثال على صدارة الشوط على المقدمة. هذه من هجن الشحانية امتثال، المضمر سالم بن فاران أحد الشباب البارزين بل المميزين بل العارف من علماء التضمير أبو جابر، أحد علماء التضمير في هذا العالم وفي هذا أيضا في هذا مضمر تاريخي يتابع بروق سالم بن فاران المري أحد الشباب البارزين المضمرين لهجن الشحانية. هذه بروق على المقدمة على صدارة الشوط من المركز الثاني، وصلت اسعفة من هجن الشحانية ايضا يضمر اسعفة البرنس. جار الله بمحمد بن عقيل احد الشباب البارزين ايضا والمميزين في عالم التضمير ابو محمد. هجن الشحانية تسيطر على عدة مراكز متقدمة، المركز الثالث تقدمت بروق بشكلها البراق بشكلها الجذاب. هذه بروق على المركز الثالث لهجن الشحانية، يضمر بروق البرنس. جار الله بمحمد محمد بن عقيل، هات لي لقطة يا مخرجنا العزيز علي أبو شارب وزميله محمد بن خزينة، هاتوا لي المركز الرابع من تقدمت من تسللت. تنبيه أو الهنوف اللي تقدمت للمركز الرابع من هجن الشحانية يضمرها محمد بن خالد العطية. مرحبا يا ابو خالد، مرحبا بك على ارضية الميدان وبانطلاقة الهنوف من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي من اقصى اليمين البيضة، هذه الشقرة ما شاء الله عليها، تقدمت بروق من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران. شوفها يا مخرجنا العزيز، هذه الشقرة المتقدمة في المركز الخامس من خطفت المركز الرابع، ولا بيضة ولا شقرة. عموما
عموما وعلى كل حال هذه خطفت المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع ومن تتسلل الهنوف تعود ملكيتها لهجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الخامس تقدمت مزاحة تسللت للمركز الخامس من هجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. عموما وعلى كل حال من خلال التصنيف الخماسية لهجن الشحانية وللمضمرين أرى سالم بن فاران أيضا في دائرة النداء باسمين قويين، محمد بن خالد العطية كذلك باسمين، وجر الله بن عقيل باسم واحد. معركة المضمرين، معركة الثنايا، معركة رئيسية الثنايا، أسبق الثنايا الحاضرات البارزات الجاهزات المستعدات للختاميات المستعدات للمهرجانات. مرحبا بشعار هجن الشحانية، مرحبا بالشعار الأدعم من يكسو هذا الشوط في مقدمته، مرحبا بالشعار العنابي وحضور جماهيري كثيف لمتابعة فعاليات السباق وأيضا لمتابعة فعاليات رئيسية الثنايا. مرحبا بجماهيرنا على أرضية الميدان، مرحبا بالمشاهدين عبر قناة الريان، عبر قناة الكاس، عبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث منافسات سن الثنايا في مساء تاريخي، في مساء مفصلي، في مساء مؤهل لمهرجان المؤسس وما يليه من مهرجانات. الله يا سلام، يأتي هذا السباق المحلي السادس بعد خمسة سباقات رئيسية رسمية أقامتها اللجنة، مشكورة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وهي أيضا قبل مهرجان المؤسس خمسة سباقات محلية وهذا السادس، وهذا السباق المحلي السادس مرحلته الأخيرة. بعد ذلك الاستعداد لمهرجان المؤسس، الكل جاهز والكل مستعد. ما زالت المقدمة مع انتصاف المسافة مع امتثال قامت راس يا بن فاران، قامت راس يا أبو جابر، وما زالت متشبثة متمسكة بزمام الأمور برئيسية الثنايا. أفض يا أبو جابر على رئيسية الثنايا الليلة، رئيسية الثنايا لمن من هذه الأسماء الحاضرة، حيث حضرت الهنوف وحضرت التنبيه وتواجدت غدير وتواجدت منتوقة أو منثوقة ومزاحة وكذلك بروق ومزون وسعفة وأمثال وبروق وجميلة ومهمة وشبة. 14 ذنية حاضرة ومتواجدة مثل ما يقولون الإخوان المحللين وملاك الهجن، 14 خابط متواجدة، 14 مطية موجودة في رئيسية الثنايا. عموما بروق أو أمثال على المقدمة من هجن الشحانية بقيادة وتضمير وتسيير سالم بن فاران المضمر الذهبي، بينما المركز الثاني المضايقة والملاحقة والتهديد من إسعفة من هجن الشحانية بتضمير البرنس أبو محمد بن عقيل، أحد أخطر المضمرين، أحد أبرز المضمرين، أحد أشرس المضمرين، أحد أهم المضمرين في الخليج، يتابع إسعفة على المركز الثاني يا برنس. المركز الثالث يصل بن فاران أيضا لامتثال اللي على المركز الأول من خلال تقدم بروق أو من خلال تقدم بالفعل بروق اللي على المركز الثالث. عندي اسمين مكرر بروق. عموما هذه بروق لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران اللي على المركز الثالث. الله يا بن فاران يا بن عقيل، أرى الخطورة بدأت من المركز الرابع وما يليه، من المركز الرابع وما يليه. ركز يا جر الله في التركيز مطلوب اليوم في الشوط الرئيسي في أقوى الأشواط. الله يوفق الجميع، اللي بيسبق الليلة بيستانس أكيد، بيكون مبسوط الليلة ومرتاح. راعي رئيسية ثنايا الليلة من إخواني المضمرين سيكون مبسوط الليلة، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. عموما المركز الرابع اللي تقود المنطلقات من الخلف بروق لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بمحمد بن عقيل، يعرف من أين تؤكل الكتف في أشواط الرموز، في أشواط الرئيسية، في الأشواط الحساسة، يتابع
مبروك على المركز الرابع من هجن الشحانية، من مؤسسة هجن الشحانية مضم رجال الله بن عقيل. ولكن هات لي يا مخرجنا اللي كلها غارب وجوف جاية تركضوا على السبقة ضمية، هات لي المركز الخامس، هات لي أم الجوف ما شاء الله تبارك الله. هذه جميلة، أول نداء لجميلة، مرحبا بجميلة، مرحبا بجميلة، تدخلت في دائرة النداء في عالم الإذاعة. جميلة 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 على المركز الخامس من هجن الشحانية، يضمرها ويتابعها ويرافقها أيضا سالم بن فران، يرافق جميلة أيضا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. الشوط جر، الشوط جر، وهجن الشحانية مع بن فران جرت الشوط، جر من البداية، سحبت هذا الشوط سحب قوي للغاية، جرت الشوط، تقدمت بروك، تسللت بروك، كيلو وين عن خط النهاية، كيلو وين عن الناموس، كيلو وين عن معرفة بطلة الثنايا. يا مضمرين، يا جماهيرنا الأعزاء، يا جماهيرنا الأعزاء، لمن الفوز؟ هل يسجل باسم بروك أو يسجل باسم امتثال أو باسم سعفة أو باسم بروق الأخرى أو باسم من هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة في أقوى الأشواط؟ يا سلام، العودة إلى مقدمة الشوط، الشوط 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 الأول يا مضمرين، الشوط الرئيسي، الشوط الحساس، يتدخل اسم جديد في دائرة النداء على المركز الخامس، وصلت شبا اللي شبت هذا الشوط بهذا التقدم، ولعت هذا الشوط بهذا الدخول، شبا من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران. ولكن يا كمبيوتر ودنا قدام، خلينا نشوف المقدمة، نشوف الصدارة. بروق 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 بروق، سلام يا بروق على هذا التقدم، وحاصلة على نقطة في هذا الموسم، سابقة في المحلي الثالث، حاصلة على المركز الأول في السباق المحلي الثالث. أشكرك يا كمبيوتر الشحانية، وبالتحديد ولتأكيد المعلومات، حاصلة على المركز الأول في الشوط الثالث في السباق المحلي الثالث، والليلة حاضرة بكل قوة. من الجانب الآخر، لا خطورة يا بن فران على بروق إلا من أختها، امتثال امتثال امتثال، وبروق واسعفة على المركز الثالث، لمن الناموس؟ أرى هذه المقدمة طارت، طارت البكار مع الكيلو متر الأخير، خلاص كيلو الإقلاع، كيلو الإمتاع، تحركت إسعفة. يا سلام، إسعفة تحركت من هجن الشحانية، إسعفة وامتثال، وبروق وبروق وامتثال وإسعفة. شوطنا الرئيسي، شوطنا الرئيسي، طارت البكار، طارت البكار، البكار الخلفية، هل يسعفها الحظ؟ وصلت في هذه اللحظات شبا، تحركت شبا، ورا هجن الشحانية تحركت مع محمد بن خالد العطية من خلال انطلاق التنبيه لهجن الشحانية. ولكن اسعفه، ولكن اسعفه، ابروق 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 واسعفه. ووصلت في هذه اللحظات تنبيه، تنبيه تنبيه خطير من تنبيه لهجن الشحانية، وكذلك شبا، ولكن ابروق، ولكن ابروق، هذه بروق السبوق يا بن فران، السبوق يا ابو جابر، هذه بروق السبوق، تشد الانظار وتل معلوق مثل ما تل المعاليق، برق اللهسنة مثل مرواح الجزيرة، مخلات الطروق لارتفع صوت الجماهير والشوط انحنى. هذه بروق تنتزع رئيسية ثنايا انتزاعا. سلام يا بروق، سلام، سلام لهجن الشحانية، سلام، سلام لجماهير الادعم في كل مكان، سلام، سلام لك يا الذهبي، سلام الذهبي، عشرة على عشرة يا الذهبي. سالم بن جابر بن فران ينجح في اقتناص رئيسية ثنايا مع بروق. سلام لمؤسسة الشحانية، سلام، سلام لجماهيرها في كل مكان، سلام، تهانينا والناموس للشحانية وجماهيرها وللمضمر الذهبي سالم بن فران. المضمر الذهبي ينجح في انتزاع رئيسية ثنايا مع بروق، مع بروق، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت شبا أيضا من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المركز الثالث، وصلت فيه إسعفة من هجن الشحانية بقيادة وتضمير جر الله بن محمد بن عقيل المركز الرابع. جميلة من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فران المركز الخامس. مزون من هجن الشحانية مع محمد، مع جار الله بن عقيل المركز الخامس. مزون بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، وبروق صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث في السباق المحلي الثالث، تنجح الليلة في ما شاء الله العصا في الأبطان،
العصا في الابطان بدون اي اوامر، تنجح الليلة في انتزاع رئيسي الثنايا المفتوح. وعشرة على عشرة يا ابو جابر. سالم بن فاران اشكرك من قاد بروق وتوقيت زمني مميز يسجل رغم الرياح التي ربما تحد من التوقيت الزمني، ولكن سجلت توقيت زمني ينكسر حاجز 13 دقيقة بتوقيت 12 دقيقة 59 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية، توقيت مميز يسجل مع بروق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمسؤولين والقائمين عليها ولجماهيرها في كل مكان ولسالم بن فاران المضمر الذهبي. المركز الثاني شبا 13 دقيقة بدون ثواني 47 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهجن الشحانية وللشبل. من قدم شبا في المركز الثاني جابر بن سالم بن فاران. للمركز الثالث اسعفه 13 دقيقة ايضا بدون ثواني 65 جزء من الثانية، التهاني ايضا لهجن الشحانية وللبرنس جار الله بن عقيل من قدم اسعفه في هذا الشوط الرئيسي واحتلت المركز الثالث. ما زالت الاشواط متواصلة